عودي معكم للمتابعة. طبعا التلاتة بيكون منور منور على الاخر. ميرسي جوزيف، صباح الخير، يسعد صباحك. صباح الخير. طيب اجندة ورح اتركك الحديث لك، عندك كتير قصص تحكيها. اكيد اجندة. تحية لإلك جوزيف، وتحية كتير كبيرة أيضا وجهها لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا بكافة أنحاء العالم. وطبعا بداية اليوم حلقتنا كمان بدي وجه تحية كتير كبيرة للمملكة العربية السعودية وسفارة المملكة العربية السعودية بلبنان، يلي بتهنئ الحجاج اللبنانيين، أكيد كل حجاج العالم وكمان الحجاج اللبنانيين بسلامة العودة لربوع الوطن بعد ما أدوا طبعا فريضة الحج بيسر وطمأنينة. وبتعتبر أنه خدمة الحجاج والجهد يلي بذلته هو شرف تعتز فيه وإنعكاس لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتوفير كافة التسهيلات للحجاج بكافة أنحاء العالم. وأيضا الأمير مكة الأمير خالد الفيصل، نحن لا نطلب منكم ولا من غيركم شيئا، نطلب منكم شيئا واحدا فقط، هو أن تسمحوا لنا بخدمتكم. طبعا الحقيقة كلام كتير حلو، كلام هيك بأثر بالنفوس، وكان كتير من عند اللبنانية أمنيات عديدة، وأهم شغلة كانت أنه يأدوا مناسك الحج بهيدي الفترة أكيد. وهلأ منقلوا الحمد لله على السلامة. كرمال هيك كان في مبادرة كتير مهمة، وهو كمان بدنا نوجه تحية لطبعا معالي الوزير المفوض القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بلبنان وليد بخاري. طبعا مبادرة كتير مهمة تحت عنوان أمنية كانوا قاموا فيها، ويعني كان في هيك تحقيق أمنيات بعض الأشخاص يلي كانوا حبوا يزوروا هالسنة الحج ويقدوا مناسك الحج. ننتقل لنتابع روبورتاج أكيد عن مبادرة أمنية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. أنا من عرمون. عرمون. شو بتحب تقول اليوم للمملكة العربية السعودية وليه جاي اليوم تحديدا؟ أولا أنا جاي على المملكة أتشكرها، جاي على السفارة أتشكرها، لأنه أنا الحمد لله بحلم أني حج، فمقدمين لي هدية وأنا كتير كتير بتشكرهم، يعني حلم حياتي أني روح حج. من وين جاي؟ من أي مكان؟ القلمون، طرابلس. أهلا وسهلا بك، خبرنا شو اليوم دعوتك لهون لسفارة المملكة العربية السعودية بلبنان، كرمال شو؟ بنتي شاركت بمسابقة القرآن تبعت السفارة، يعني صار لسنتين عم تربح فيها مسابقة السفارة، فتكرموا علينا بفيزا للحج بناء على يعني طلب من نحن قدمنا طلب للسفير ووعدنا ووفي بوعده والحمد لله رب العالمين. تحب توجه تحية للمملكة للدكتور وليد البخاري؟ أكيد أكيد، ما هني كل التحية والشكر لإله لو ما هو، وأكيد ربنا وطعمنا يا الحمد لله. يعطيك العافية. ما رح أقول لك دكتور وليد ولا معالي الوزير ولا سعادة السفير، رح أقول لك حبيب قلب اللبنانية، حبيب قلب كل الناس.
نحن اليوم مبسوطين وطبعا دايما مشاركين بقلبنا وبروحنا معكم، وخاصة ضمن هالمبادرات يلي عم بتكون متواصلة مع المملكة العربية السعودية. حضرتك اليوم مبادرة جديدة وطبعا يعني مبادرة خيرة، خبرنا أكثر عن هذه المبادرة، شو أهميتها ولمين موجهة أكثر شيء؟ أمنية هي مبادرة إنسانية من الطراز الأول، يعني تعنى حقيقة بتكريس ثقافة الأمل والعطاء، وبالتالي إحنا من خلال برنامج أمنية عندنا فريق عمل متخصص بالسفارة بيستعين بخبرات متخصصة أكاديمية ويتواصل مع الجمعيات المتخصصة التي تعنى بتقديم الخدمات للاحتياجات الخاصة، سواء كانت هذه الحاجات عبارة عن حالات مرضية مثل السرطان أو إعاقات جسدية ولديهم رغبات وأماني بتحقيقها، تسعى سفارة المملكة العربية السعودية للعمل على تحقيقها. بهذا العام واليوم في هذه الأجواء اليمانية المباركة بمناسبة الحج تم تدشين المبادرة، لأنها أقرب ما تكون إلى يوم العيد الأضحى، عيد المبارك ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. ولكن هي مستمرة، كل 3 أشهر بيكون هناك يعني طابع مختلف عن 3 أشهر المتقدمة. اليوم حققنا 33 أمنية من أسر الشهداء الجيش اللبناني إلى إخوتنا المصابين ببعض الأمراض السرطانية، كذلك كان في مشاركة من بعض العشائر حققنا أمانيهم لا يستطيعوا يتحملوا نفقات أداء فريضة الحج. فالحمد لله هناك أيضا حفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى شاركونا، وأيضا متفوقين بجمعية بمدارس المقاصد، أخذنا أيضا مشاركات ومساهمات من دار الأيتام، بالإضافة إلى شريحة زملائنا وزميلاتنا الذين خدموا وعملوا معنا طيلة 35 عام وأحيلوا التقاعد. كان هناك 15 مقعد نصيب الأسد كان لهم هالسنة. بارك الله فيكم، شكرا كثير لحضرتك، وإن شاء الله يا رب هيك دايما بهالعطاء وبهالهمة، والله يعطيك الصحة أهم شيء والعافية، لتضلك مستمر ومكمل بالمسيرة، وطبعا بمسيرة أكيد المملكة العربية السعودية، من كل احترام وتقدير ومحبة. شكرا لكم، شكرا لقناة المستقبل ولمشاهديها، نتمنى للجميع إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، ويرجعوا ويعودوا إلى لبنان سالمين. أحب أن أؤكد من خلال شاشة المستقبل حرص المملكة العربية السعودية على خدمة ضيوف الرحمن بأعلى درجات ومستويات الخدمات القنصلية. الحمد لله في هذا العام حققنا نسبة نجاح تتجاوز 64%. شكرا لكم وبارك الله فيكم. طبعا بعد ما تبعنا هالروبورتاج، وهون بدنا كمان مرة مجددا ودايما بدنا نوجه تحية لمعالي الوزير المفوض قائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بلبنان وليد بخاري على كل الجهود اللي عم بيقوم فيها وعلى كل المبادرات اللي إن شاء الله كمان بالأيام الجاية رح تكون أكثر وأكثر. هي ثقافة الأمل شغلة كتير مطلوبة حاليا بالوقت الحالي بأيامنا الحاضرة، وهو عم بيشجع هالموضوع هذا، ثقافة الأمل إنه يحقق أمنيات لكثير من أشخاص كمان اللي عم يحققها. مشكور كمان بدوري معالي الوزير. نحن رح نتابع اليوم مع أجندة جوزيف، وطبعا العديد من النشاطات كمان كنا قمنا بتغطيتها، منها حفل موسيقي تحت عنوان للقدس نغني، وطبعا يعني بحضور عدد كبير من المهتمين وكل اللي بحبوا الموسيقى، وخاصة يعني هالموسيقى الرائعة يلي رح نشوف منها من الروبورتاج بعض المشاهد، ونشوف أكثر كيف كانت أجواء هالحفل. Yeah.
هذا ايفنت سنوي بصير بتعمل مؤسسه الكمنجاتي اللي هي موجوده بفلسطين بمختلف مناطق فلسطين. بنيجي احنا سنويا بنختم تدريب الطلاب اللي عندنا الموجودين بحدود 60 طالب في مخيم البرج ومخيم شتيلة. بنختم تدريبهم السنوي في حفلة موسيقية كل سنة في مكان. هذا الموضوع له حوالي 4-5 سنوات شغالين فيه احنا. شكل من اشكال زراعة الامل والفرح والمحبة ومنع غسيل الدماغ لأطفالنا اللي بيعيشوا بظروف كثير سيئة في المخيمات الفلسطينية بلبنان. بناخذهم قبل هذا الايفنت لمدة 10 ايام في مكان هيك معزول، بنوفر لهم كل انواع الراحة والاحترام وبندربهم بشكل يومي على هذه البروفات وبنختتموا. يعني اليوم هم رجعوا من كفار دبيان، احنا هذه السنة كنا بكفار دبيان، الان رجعوا والان حيقدموا عرضهم اللي بتمنى يعني ينال الجميع وشوفوا قديش رائعين وبطلع منهم اولادنا. هذا راعي الحفل حيتوجه لدعم مؤسسة الكمنجاتي اللي هي المؤسسة اللي نظم هذا الحفل وهي بتدرب الطلاب سنويا بشكل يومي لمدة 9 سنوات على هذا الموضوع. احنا بلبنان عم نحاول نطلع درجة درجة. هلا احنا شغالين على مخيمين بلبنان وعندنا في خطه انه نتطور لباقي المناطق، نروح على الشمال نشوف نروح على الجنوب بقدر امكانياتنا وقديش بتوفر يعني دعم لهذا الموضوع احنا راح نمتد. الان عندنا في خطه نطور مخيمات اخرى في هذا الموضوع على الصعيد اللبناني. على صعيد المؤسسه احنا مؤسسه بفلسطين يعني ممتده على كل اطراف الضفه الغربيه وقطاع غزه، عندنا بحدود 600 طالب، عندنا بحدود 40 مدرس، عندنا بحدود 40 اكاديمي. ما في شك بأنه الموسيقى هي لغة العالم، وطبعا نحن منحيي كمان جمعية الكمنجاتي وخاصة لأنه هذا الحفل بيعود ريعه لها الجمعية يلي تعنى بمساعدة الأشخاص اللي ما قدرين يتعلموا موسيقى بحبوا وعندهم هواية معينة يقدروا يكملوا فيها حياتهم ويستمتعوا فيها بحياتهم. فكرمال هيك الموسيقى هي عن جد حلو كتير أنك توصل كتير رسائل من خلالها، ومثل ما منعرف بكل العالم إذا سمعت أي مقطع موسيقي واحد بيقدر يفهمه. وتحية من القلب للقدس طبعا المحتلين، ونحن بنقول أنه هذه كانت تحية كبيرة من فرقة الكمنجاتي. صحيح. عنا بعد روبورتاج. عنا روبورتاج وهو حفل العشاء السنوية اللي صار بالبقع على كاريتاس طبعا بإقليم البقع الغربي ورشيا. كان هالحفل جمع عدد كبير من الشخصيات السياسية الاجتماعية والفنية. رح ننتقل ونشوف كيف كانت أجواءه. هذا احتفال لكاريتاس السهرة السنوية لإقليمنا. بيحييها المطرب، أول شيء ببلش عمر كرم، بعدين المطرب ناجي القسطى، وآخر شيء بننهيها مع الديفا مايا دياب اللي هي مقدمت لنا السهرة بدون أي مقابل. بتشكر أول شيء جمعية كاريتاس لبنان على هالحفلة والإيفنت السنوي اللي عن جد حسسنا أنه هيدا البلد بعده بألف خير وبعده في خير موجود ونحن فينا كفنانين نقدم ونساعد بهذا الخير. اليوم بدنا نسمع أغاني كتير لبنانية وريبرتوار كتير محضرينه العالم بيحبوه، إن شاء الله يا رب نكون على قد المسؤولية.
هاللقاء اليوم هو لقاء مميز بدل على حضور كاريتاس ووقوفها بجانب كل محتاج. إذا عم نلتقى نحن كأهل منطقة هون بزحلة تنتذكر أنه كلنا مدعوين نحط إيدنا بإيد بعض كرمال كرامة الإنسان وكرمال نحافظ على روح الخدمة وروح المحبة اللي حكيت عنها قبل شوي. ربنا يبارك الجميع ويكتر من المحسنين ويقدرنا تنضل نقف بجانب خينا الإنسان. أنا كتير مبسوط أنه أكون موجود بهالمنطقة يعني بشتورة اللي هي تعتبر كمان زحلة، وبعتبر كل الناس الموجودين هني أهلي وأصحابي ورفقاتي، وأكيد بتشرف أنه أكون موجود بحفلة لجمعية كاريتاس كجمعية هي بتقدم بدون مقابل. فمن وجباتنا كفنانين اللي مشاركين بالحفلة وككل الحضور الموجودين أنه نشجع هيك جمعية، فكتير مبسوط اليوم وإن شاء الله تكون سهرة حلوة. إذن جوزيف هدول كانوا فقراتنا لليوم، على أمل إن شاء الله الأسبوع الجاي نلتقي، وطبعا من خلال أجندة الثانية الساعة 9:30 بتوقيت بيروت ومن خلال عالم الصباح بهالوقت. شكرا لمتابعتكم. أكيد رح نلتقي ما في شك رح نلتقي بعالم الصباح والتنين وبرات التنين وعلى العشاء وعلى الغداء وما بدك نلتقي. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك لجهودك. نحن وياك طب أنه بشرفكم بالكنترول روم، بشرفكم أنه منكون مع زينة منروح عند حسين. يعني أنا مش طالعة من قلبي هيك أنه أترك زينة وروح على حسين، مش طالعة من قلبي. خلص وقتي. خلينا ننتقل عند الشيف، يمكن أحسن هيك جوزيف ورشد. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. هيدي العجينة، عجينة البيتزا حضرناها وصار جاهزة عنا. طبعا اليوم نحن مشاهدين عم نحكي على البيتزا بالبيض. بالنسبة للبيتزا بالبيض، هيدي العجينة جاهزة، أنا رح جيب وعاء. بهيدا الوعاء شو رح حط فيه؟ هيدا لكان مشاهدينا رح حط فيه بيض، وأيضا رح حط فيه جبنة موتزاريلا وجبنة تشادر. لكن بلشنا عنا بيض، الآن بيتزا عم نحضر بيتزا بالبيض والجبنة. مثل ما عم بتشوفوا عندي من البيض، طبعا مشاهدينا مع رشة ملح، نخلطهم مع بعض. اوكي، لكن مثل ما عم بتشوفوا عم نخفقهم. رح ضيف لقلهم نوعين من الجبنة مثل ما خبرتكم، جبنة الموتزاريلا وجبنة التشادر. اوكي، عندي جبنة التشادر، منضيف جبنة التشادر بالإضافة كمان لجبنة الموتزاريلا، ونرجع نخلطهم بهالشكل. هيدا الخليط حضرني، رح أرجع إجي على العجينة. بالنسبة لكان مشاهدينا العجينة رح حطها بالصينية وفوتها على الفرن على حرارة 180، وبخبركم بعد شوي بالتفصيل عن كامل وصفتنا. جوزيف أي ما أسرعك صف الله عليك. بريكم نرجع، خليكم معنا، رح نحكي عن مهرجانات رأس نحاش منطقة البترون. We'll be right back.